ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. وقال في آية أخرى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وقال في آية أخرى: إنما يتقبل الله من المتقين. نعم، قال بعض المتدبرين والمتأملين لكلام الله عز وجل إن أكثر آيات في الزهد في الدنيا تأثيرا على قلوب العباد هي هذه الآية.